مباشرة من أمام سجن عوفر، قد نكون في انتظار لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. يعني الكل يتحدث عن 60 أسير فلسطيني مقابل 20 إسرائيلي، 1 مقابل 3 في إطار الاتفاق. وبالتالي سجن عوفر عيون كل ذوي الأسرى الفلسطينيين مسلطة على هذا الباب وهذا المكان في انتظار خروج 60 فلسطيني أسير فلسطيني في إطار استكمال هذه الصفقة، وفي إطار أيضا تمديد هذه الهدنة. صحيح ليس لدينا تأكيد على التمديد، لكن بنسبة كبيرة جدا هناك تمديد لهذه الهدنة التي في ساعتها الأخيرة تنتهي. وإذا أخذنا في الاعتبار هذه التصريحات الإسرائيلية خصوصا للمسؤولين والجنرالات الإسرائيليين بأن الحرب تستأنف بعد ساعة أخيرة من انتهاء هذه الهدنة في يومها 4، لكن نحن أمام حديث عن تمديد يستمر ل2 وإطلاق سراح 20 محتجز إسرائيلي مقابل 60 فلسطيني. نكمل بقية المواقف